انا حاسس بس بسيب عشان قبل الاختبار، يمكن انت اختبرت العينات في المعمل
بالتأكيد كلهم كده سرهم بتقولوا في مكعب مش مرة ربع أسبوع. والكلام ده كلام كله بقى وبتاع، يعني في ناس كتير بتفكر كده ازاي المكعب جاي 300 كيلو على سنتيمتر مربع والاسبوع جايبه 100. السبب الاساسي هو ان احنا اعتبرنا الاسطوانه من غير ما نعملها ايه؟ فبالتالي السطح ده التحميل بتاعك سطح ماله؟ مش منتظم. السطح اللي مش منتظم ده هيخلي المكنه بتحمل على مين؟ على الحته العاليه. ما بتحملش على المناطق المنتظمه، وبالتالي احتمال كبير قوي ان الحمل ما يبقاش يعني محوري. فبالتالي بيطلع النتيجه ما هياش ايه؟ ما هياش زي اللي احنا حسبناه. انما على الاقل احنا عارفين ان الاسطوانه الاختبار اكد لنا بما يدعم عن جاي الشكل انها طبعا كده اقل من اقل من اي مكعب. بعد كده الحقيقه بحب اوريكم ده الشكل بتاع مكنه الاختبار. ده في موقع ثاني مبنى تحت الانشاء ولسه ما خلصش اهو، ناس شاكه فيه. الشك فيه من حاجات كتير زي ما اتكلمنا، ليه بنرجع للاختبارات الغير مكلفه؟ لان ممكن قوي يبقى مفيش نتائج اصلا مكعبه، قوي اهمل وما اخدش عينه. ممكن قوي تكون النتيجه طلعت وحشه. فبالتالي بقى في شك في هذا الايه؟ في هذا المنشط. فاحيانا كتيره جدا الحقيقه بنلاقي نفسنا بنعمل اختبار القلب الخرساني ده على حاجات لسه ما خلصتش، لسه في مرحله الايه؟ مرحله استكمال التنفيذ. المكنه زي ما انت شايف مكنه ضخمه. بس على 40 كيلو علشان تتثبت زي ما احنا شايفين كده في العمود. عمليه ساعات بتبقى يعني مرهقه، لازم اثنين ثلاثه يسندوها علشان نقدر نثبتها بهذا الشكل. بتثبت ازاي؟ قال لك بتثبت بمسمار. مسمار بس مسمار طبعا كبير يعني، وبيتحفر بحفره ويخش جواها ويتقفل عليه بخمور كده زي الفيشر، عارفين الفيشر؟ بس حاجه طبعا قطعه عشان تستحمل الايه؟ تستحمل الوزن. بعد كده في عندي الاسطوانه دي انا بشاور عليها، في اسطوانه مفرغه اللي اولها حد يعني الصلابه بتاعته عاليه جدا لدرجه انهم بيسموه الماس. هو مش الماس ولا حاجه، انما نتيجه ان اكثر حاجه حاده هي الماس، فبيقولوا ان الحافه بتاعته من الايه؟ من الماس. طبعا من الماس يعني يبقى اي واحد ماشي في المكنه دي كان مش عارف ايه؟ مش عارف يعدي ايه؟ فهو طبعا متصله بالموتور، والموتور ده بيخلي الاسطوانه تلف بسرعه جامده جدا علشان فعلا تقدر انها تلف من جوه الخرسانه. عاده لها قدره الحقيقه انها كمان تطلع في ايه؟ تطلع في حريق، لان احيانا غصبا عننا بيقابلنا في السكه كده سيخ حديد ولا حاجه، فالمفروض ان الاسطوانه القاطعه دي لها قدره انها ايه؟ في النهاية أصبح عندنا العمود اللي داخل منه العينة في فراغ كده. ويمكن لو بصينا من ناحية تانية الفراغ ممكن يكون قفال، يعني لو العمود ده ما هوش كبير قوي. طبعا لو بتكلم على سقف يبقى غالبا عشان أعرف أطلع عينة ترتاح معقول لازم الحقيقة الارتفاع يكون أكتر من الطول. ما ينفعش أبدا غير مسموح على الإطلاق ان الارتفاع يبقى من العينه دي لا تفتقر. عشان كده في بعض الاحيان لما يكون السمك صغير بلاقي نفسي اخدت الايه؟ السمك كاملا في العينه بتاعت القلب الخرسان. وطبعا لازم تتقفل يعني بعد انها بتستخرج العينه بتجيب شويه خرسانه ونتوسم منها يعني احسن من الايه؟ من اللي كانت موجوده ونسد بيها هذا الايه؟ هذا الفراغ. خلي بالك انا بتكلم عن الخرسانه ليه؟ لان الفوليوم كبير يعني 10 سم قطر وداخل جوه العينه مسافه تطلع ب 10 سم، فما ينفعش اقول شويه مونه، لا المونه هتبقى اضعف ايه؟ اضعف كتير، فتكون خرسانه او جراوت. كنت سمعتكم اللفظ بتاع جراوت ده مع الدكتور احمد. الجراوت ما هو الا نوع من الخرسانه بس بتحتوي على يعني الحكام الكبير بتاعها مقاسه صغير قوي، خاصه مقاسه اللي هو يعني أربعة كام؟ 76، بحيث إن في الآخر ومحطوطها إضافات مخصوصة ومحطوطها مواد بتساعد على التناسق أكثر من الأسماك، وبالتالي دي مقاومة على
عالية أوي مقارنة بالخرسانة العادية. فده الشكل العام للاختبار. يمكن لو بصينا على الفيلم ده نشوف المكنة بتاعت بلد الخرسانة شغالة فعلا، بتاخد عينات من بلاطات خرسانة. البلاطات دي نوع مخصوص من الخرسانة كده مفيهوش رمل. البلاطات بتستخدم في البلاد اللي فيها مطر كتير علشان لما بيكونش فيها رمل كده فيها فرغات، فالفرغات هتتسرب ايه؟ تتسرب ميه، ما فيهوش ميول ولا مواسير للتصريف ولا حاجه. فبيوريك هنا المقاطع عينه. خلاص الدكتور بقى في الحاجة الدكتور وزاد بقى الدكتور بيحطيها كمان ليها ايه؟ نفسية عالية، بس مش معنى انها عالية انها ملهاش لازمة. ليه ملهاش لازمة؟ احنا جايين الخرسانة حاطينها في الطريق علشان بس ما تنفخش مية، ولا حاطينها علشان لو مشينا على الرمل هبص الاقي بعد شوية الطريق بقى كله ايه؟ بقى كله مطبات. لو كان ده باركينج اريا مثلا عشان ما نطلعش الفار، علشان في حاجات كتير قوي بنعمل بيها خرسانة، يعني مش بس علشان البرميابيلتي. الخرسانة دي عكس اللي احنا عايزينه في الخرسانات الأخرى، يعني محتاجين إنها تبقى منفذة علشان تأدي فانكشن جديدة. الفانكشن بتاعتها إنها بالإضافة إلى إنها تشكل الأرضية بتاعت الجراج ده أو الأرضية بتاعت منطقة التخزين دي، إنما كمان عشان ينزل مية تتصرف في تصرف التربة. طبعاً السيستم بتاع التصريف بالذات في البلاد اللي فيها مطر كتير كلف. عايز تعمل شبكة، عايز تعمل ميول عشان المية تروح للشبكة دي فعلا، وعايز تعمل صيانة للشبكة عشان ما تتسدش كده، أنت بتصرف المية مباشرة إلى التربة وخلاص. فالمكنة هنا شغالة بقى راسي بيطلع فوق إيه؟ بيطلع لقلب الخرسانة اللي بيقف كده راسي العموش، إنه بيطلع مين؟ بيطلع أفقي. هات الفرق بين الاثنين عند حساب مقاومة الخرسانة زي ما شفنا من شوية. فده بيورينا الايه؟ الطريقة والمكنة اللي بتلف اهي. وطبعا علشان السن القاطع ده يبقى محمي، فأحيانا كتيرة بتطلع شوية مية كده وهو شغال علشان تعمل نوع ما ايه؟ التبريد والسن ايه؟ تلف. طيب بعد ما اصبح عندنا عينه اخذناها وعايزين نشوف هنعتبرها ازاي؟ الحقيقه الطب الخرساني بيديني ميزات مهمه جدا، ان انا اقدر ابص على الخرسانه نفسها. انا طلعت عينه وعشان اطلع قدامي كده بالعين اشوفها. كتير جدا بنطلع عينه من الطب الخرساني ده فنكتشف ان فيها حته رمل ما تعرفش اساسا اي حاجه. تديك فكرة عن مستوى التنفيذ اللي اتعمل، مش بس المقاومة وخلاص. تمام؟ بقدر أميز فيها الدم كان كافي ولا كويس ولا وحش. يعني العيد ده ليه؟ لو في عيد كافي. تمام؟ لو العيد ده مليانة فراغات هوائية. معنى كده إن طبعًا الدم ما كانش كويس. وده هيكون تعليل ليه الخرسانة مقاومتها ما طلعتش كويس. تمام؟ فأحيانا كتيرة بيبقى الشك إن المقاومة قليلة علشان الراجل ما حطش أسمنت. بس زي ما إحنا بقى بندرس بقى أسمنتين دلوقتي من سنتين والسنة دي، الموضوع مش بس أسمنت. لا ممكن يكون حاطط كمية أسمنت كلها ومع ذلك المقاومة قالها ما طلعتش كويس. لأن دي مصنعية وبتأثر كتير أوي. يعني لو قلنا الدم الإهمال الدم الإهمال البسيط بيبقى إيه؟ على 100% إن أنا أقلل الدم في 100% طيب لو أهملت في المعالجة، أخذنا خطوة المعالجة في صناعة الخرسانة مع الدكتور أحمد، يا ترى لو أهملت في المعالجة وتقول لي المعالجة هتستمر أسبوع، طب أنا ما عملتش معالجة من أسبوع، أنا عملتها يومين، أو عملتها أسبوع غلط. إزاي غلط بقى؟ رشيت الصبح وقت النهار زي الناس كلها بتعمل. ده غلط. يعني ان انا ارش الصبح بس واخد النهار بس، ده خطا فادح في جو زي الجو بتاعنا. ليه؟ لان بعد ساعتين ثلاثه مفيش ميه خالص. اللي انت رشيته ما بيجيش مشكله. مدينه مطار الجبال حد شاف ميه في الشارع؟ الشارع ايش؟
البايك رش اقل كمان من المقر اللي نزل يعني ترش انها صغيره كده تضغطش على الخرسانه وبعدين تسيبها وترجع اخر النهار من الصبح الساعه 7 كده تحت النهار الساعه 4 او 5 الصيف بقى صبح اليوم طويل فيرجع الساعه 5 يرش مره ثانيه هل بينهم في كميه ميه تسمح باستمرار تفاعلات الاسماك؟ لا في كيرف يمكن ما جاتش الفرصه ان احنا نعرضه بيقول ان لو المعالجه كانت يوم اقصى مقاومه وصلها 50% من مقاومه 28 لو عملت معالجه من يوم واحد لو كملت المعالجه في اسبوع بوصل 90% من 28 فيقول خلاص كويس 90% يعني يعمل اسبوع كفايه بس العين صح فمش دايما نقص المقاومه بيبقى معناه ان هي سرقت ده ممكن يكون المصنعيه بتاعتنا ما كانتش ايه؟ ما كانتش كويسه. فبنحاول بقى نستكشف او نحسب المقاومه، فبيقول لي والله انا عايز احسب المقاومه من العده اللي انا بطلعها. احسبها ازاي؟ عندي اسطوانه حطيتها في الميه يومين، سويتها وعملت لها كاب، احطها زي الاسطوانه بتاعت الخرسانه بالظبط فين؟ في مكان الاختبار وطلع مقاومه. المقاومه دي هنسميها مقاومه القلب الخرسانه. بس احنا في مصر بنراجع الحاجات على انها محسوب المقاومه على مين؟ الكعب لازم احول مقاومه الاسطوانه دي الى مقاومه مين؟ الى مقاومه الكعب عشان يلحق الشمس اللي وراه معايا في سنه ايوه حلقت نفسك على طول قدامك اللي حاطط عليك ايه؟ فطار مع السنه المقاومه اللي انا جبتها على اسطوانه مقاومه غالبا مش 15 وارتفاعها بالتاكيد مش 30 احولها لمقاومه مكعب 15 في كام؟ في 15. هذا الكلام لو حبينا نعمله بالجداول اللي شفناها قبل كده هتبقى عمليه بتتم على خطوتين فاكرين؟ احولها الاول اسطوانه لام على الخط بتاعتها باثنين وبعدين ادور بقى في معاملات التحويل. بالنسبه للقلب الخرسان بالذات الكود بيدينا معادله جاهزه. القلب الخرساني فقط بيدينا معادله ايه؟ معادله جاهزه. شكلها ايه المعادله دي؟ ادي المنظر العام للمعادله بيقول لي لو انت عايز مقاومه الكعب هيبقى في عندك فاكتور بيتحسب تضربه في مقاومه مين؟ القلب الخرساني الكور اللي هي مقاومه القلب على هيئه اسطوانه ومسافه زي ما تمام؟ طيب عرف منين لام على الخط بتاعتها؟ للفاكتور اللي اسمه لندن لندن كونستراكشن لو عاملين منهم الرمز ده اللمبه دي كانت دايما بيسموها السلندر ستيشن معامل النحافه او نسبه النحافه هي بالنسبه لها بتبقى طول على مين؟ على القوه لام على قاف اللمبه لام على قاف يبقى واحده اللمبه هو ايه؟ قاف على ايه؟ وبعد كده في عندي فاكتور اسمه ايه؟ الفاكتور اسمه كده بياخد في الاعتبار التحويل بقى من اسطوان الى مين؟ الى مكعب وكمان بياخد في الاعتبار هي القلب اللي احنا خدناه ده افقي ولا راسي. يعني في فرق كبير في المقاومه نتيجه ان انا اخدت الكور ازاي. ليه جاي ليه الفرق ده؟ جاي من الخرسانه وهي لسه طريه والميه بتطلع منها واتفقنا ان خروج الميه من الخرسانه ده شيء يعني محتم ممكن يبقى قليل ممكن يبقى كتير حسب ما حطيت الميه قد ايه لكن بيحصل. ما ينفعش ما يبقاش في ميه ما تطلعش من ايه؟ من الخرسانة. فالقلب الرأسي بيعتبر هو الحالة الطبيعية. يعني احنا بنصب الخرسانة بتنزل فوق بعضها ايه؟ رأس مش كده؟ فلما ناخد منها عينة كده يبقى العينة دي المية اللي كانت طالعة طالعة في الاتجاه اللي أنا بحمل فيه. صح؟ لو خدتها أفقي كده اروح في المكان اعمل ايه بقى؟ عدلها طلع اسطوانه افقيه لا هحتويها كده لا اذا افتكرتها كده بختبر ايه؟ سجلت غير مباشر لكن هضطر ان انا اظبطها وبعدين اعدلها لما عدلتها بقى اتجاه خروج الميه عمود اعتداء التحميل طب ايه يعني؟ قال لك يعني هو خروج الميه ده اتفقنا ان هو بيعمل ايه السجن شويه منه بيسجل تحت الصاله شويه منه بيعملوا مسارات شروط لما يكون الاتجاه موازي للتحميل يبقى الشروط دي موازيه لمين؟ موازيه للتحميل يبقى الانهيار
أصعب. لكن لو كانت أفقية هيبقى تناسب، لو كانت أفقية هيبقى الانهيار أسرع، ولو كانت رأسية هيبقى الانهيار إيه أقل. وأقسمها لكم كده يمكن علشان تبقى الأمور إيه أوضح. السبب تاني يا دكتور هقسمها كده، بص الفرصانة دي عندي منشأ بهذا الشكل، عمود وسقف، حتى عين السقف زي ما هي كده هاخدها وحطها ايه في مكان الكنترول، لكن من العمود زي ما شفنا العينه بتبقى ايه افقيه، فهاخدها والفها يا طبعاً كده، هضطر ان انا اعمل ايه بقى فيها؟ اعدلها. طيب الميه اللي خارجه من الخرسانه اتجاه الراس ده الميه خارجه كده بتعمل ايه؟ بتعمل فراغات احتضان كبير. لما تيجي تحمل كده ايه اللي يحصل في الفراغات الموجوده دي اللي هي كانت من عوامل ضعف سطح التماسك؟ بتتقفل كويس؟ لكن اللي كانت افقيه كده اللي واخدها من العمود الفراغات اللي خلقتها الميه تحت الزلط لما تيجي تعدل يبقى ادي زلطايه ايه؟ وادي الفراغ اللي كان تحتها بقى ايه؟ بقى جنبها. حمل بقى كده عندك شروط مستعدة انها ايه؟ انها تتفتح اصلا. الواقع ده الشكل ده مش هو اللي بيحصل في الواقع. مش كده؟ لانها في الواقع مش هتتحمل اكسل في الدايركشن ده، هتتحمل اكسل عمودي عليه. صحيح؟ فبالتالي لازم ناخد في الاعتبار الحكاية دي ونغير قيمة K من وضع إلى إيه؟ إلى الوضع التاني. فبيقول إن K بتساوي 2.5 لو كانت القلوب مالها افقيه، وبتساوي 2.3 لو كانت القلوب راسيه. الفرق ده هو اللي ناتج من الايه؟ الوجود بتاع فراغات خروج الميه من الخرسانه. اتفضل. شوف المفروض العكس، الشروط الراسيه تتشكل لو افقيه تتشكل. كويس، احنا بنتكلم على ايه؟ على الشروط الكبيره اللي نتجت من احتجاز الميه فين؟ تحت الصدر. كويس؟ او تحت الكوبايات الركامي الكبير. دي وضعها هنا كده. وضعها هنا بالشكل ده، فلما تفتحها هتبقى ايه؟ تبقى بهذا المنظر. فبتقول والله دي هتديني حاله احسن من مين؟ من دي. ده الواقع. هنديله كام؟ هنديله 3.10. طيب ده حاله اضعف وفي نفس الوقت مش الواقع. فما ينفعش اسيبها. فهعمل ايه بقى؟ هكبر شويه الفاكتور عشان اوصلها الى الحاله الواقعيه او الحاله اللي بتمثل اللي بيحصل فعلا في المشكله. طب مش هو اصلا الشلوخ وهي طالعه كان الشلوخ عليه زرار كده بتطلع طبعا. طب ماشي، لما دي موجوده في الاثنين خلي بالك. ماشي، بس في الاوبكي كانت خارجه كده كويس، مش بقت كانها ضغط برضه كويس وهي خارجه من هنا كده، مش كان زيت برضه زي ما انت بتقولي كده؟ تمام صح كده؟ طيب لما نيجي نعدلها هتبقى حاجه بهذا الايه؟ بهذا المنظر. الشكل ده هيوصل بالكتف هنا، ودول خلي بالك ان قيمتهم او مقاساتهم اصغر بكتير. يعني اتفقنا ان اللي طالع من الانبوبه الشعريه اللي طالعه دي بتتقاس بالايه؟ بالمايكرومتر. المقاس بتاع الانابيب دي بالمايكرومتر. لكن لما تتحجز المايه في الزلطه تلاقيهم بتتقاس بالملي. الشكل او الحاله مالها مختلفه كتير. تمام؟ الحاجه الثانيه المهمه ان ده فين؟ ده في المونه اللي هي بيحصل لها انهيار قبل ولا بعد التناسب؟ بعد التناسب. كويس؟ عشان كده بنقول انها
مش هتؤثر بنفس الطريقه بتاع مين؟ بتاع القلب اللي انا افقي بعينها بتاع ايه؟ اقلبه راس. الفرق زي ما انت شايف مش كبير قوي، الفرق كام؟ الفرق حوالي 8%. الفرق بين الاثنين حوالي 8%. ده الاسكت يعني جربت العينات المختلفه افقي وراسي من نفس الخرسانه واتعمل عليها تجارب كتير قوي ولقوا انها في الاخر في فرق عندك في السترينج يبقى طلعت ان القلب الخرساني من نفس العينه يوصل لحوالي 8%. معظم الحاجات دي زي ما انتم شايفين يعني كل تقريبا المعادلات اللي احنا بنتكلم فيها معادلات جايه من مين؟ جايه من التجارب، معادلات كبيره ملهاش اثبات يعني. لكن بنحاول نشوف المنطق من وراها هي حتى لو انا مش عارف اثبتها رياضيا يعني وشفتها في المعمل بتطلع كده لازم يكون في اثبات منطقي. تمام؟ كويس هنا بيعرفني بقى الفاكتورز المختلفه، اهم حاجه عندي الايه واللقب وما يعني احطهم بالشكل الايه؟ بالشكل السليم في المعادله. في شرط الكود حاطه ان المعامل التصحيح اللي فات ده اللي هو اي على 1.5 الواحد على اللقب لازم يطلع اكتر من واحد. ما ينفعش يطلع اقل من مين؟ اقل من واحد. عادة لو اخدت كور قصير شويه هيطلع الفاكتور ده اقل من مين؟ اقل من واحد. عشان كده بنقول لازم ناخد الكور على قد ما اقدر اطول ايه؟ اطول ما يمكن. بس ما ينزلش عن لام على قاف ما ينزلش عن اثنين. اثنين ده لحد ايه؟ الحد الاقصى. كويس انا هعملها افقيا ازاي؟ اسطوانه. يعني اسطوانه ايه؟ انا اخذتها كده من العمود. هعملها كده وهي نايمه بس كده وهي كانها كده هي هي. يعني الفرق بين افقي وراسي ان مكنه الاختبار زي ما انت شايف كده مش هعرف انا ايه؟ يعني فاللي هيحصل ان انا لازم احط العينه بتاعت كده مش مكنه الاختبار بس مش هعرف. لو عندي شاك افقي واقدر ان انا اطلع كده برضه نفس التأثير موجود. ليه؟ احنا ما عملناش حاجة. الشروط برضه اللي كانت تحت الصالة دي برضه موجودة في اتجاه ايه؟ اتجاه التحميل اتجاه ايه؟ يعني ايه؟ مش ده هو ده. الجزء بتاع الشروط اهو. هل الوضع النسبي للشروط اتغير من هنا لهنا؟ فبالتالي لو حتى لو المكنه تقدر تديني هوريزونتال فورس هي العينه نفسها هي اللي بتديها ايه؟ لو كان متعب كان ممكن اغير بقى. عندي 6 وشوش ينفع ان انا اختبر فيهم فلو انا مطلع مكعب اعلمه بس ما اطلعه ده الاتجاه بتاع ايه؟ بتاع الجنب ده جنب الجنب اللي انا اخدته منه. طب عارف ان انا ما احملش في الايه؟ في الاتجاه ده، اقلبه بقى بحيث ان يطلع في الاتجاه الايه؟ المظبوط. تمام؟ كويس قوي. وانا لو انا ما عملتش الكلام ده طيب زي ما اتفقنا برضه المواضيع كلها انفيرتد وبالتالي جدول انفيرتد والايكويشن دي انفيرتد زي ما انفيرتد فالناس اي موضوع خلاص الايكويشن دي بتمثل القلب والخرسانه بشكل ايه؟ بشكل اخر خلاص يعني مش عارف المعادله بتاعت لو سمحتوا بسمنا بيسال سؤال بيقارن ما بين المعادله دي والحاجات اللي هتتكلموا عليها من شويه وخدناها من 3 4 سنين. هل يا ترى لو كنت بصلح باستخدام الكيرف بتاع لام على قاف مع المقاومه وبعدين اخش على الجدول اللي بيديني العلاقات ما بين الاسطوانه والمكعب هل يا ترى هوصل لنفس معامل التصحيح ولا لا؟ فاللي انا قلته لك مش هطلع
القطاع زي بعض. قال لي طريقين قريبين، قلت له لا مش قريبين. قال لي طب ازاي يعني؟ كده من الكلام حاجه من الاثنين غلط. قلت له والله بص، هي الجدول والكيرف كانوا مستخدمين لغايه 2007. من 2007 حصل هذا الايه؟ هذا التعديل. طب ليه بيحصل تعديلات؟ لان دايما في ايه؟ في قياسات بتبني. طالما بتاخد قياسات وتقدر انك انت تعدل بيها يبقى هيكون طبعا في صالح الايه؟ في صالح الموضوع كله. تمام؟ كويس. طيب واحد بقى يقول لي السؤال الثاني بقى، طب ما خلاص تلغي الاثنين اللي فاتوا، هو اللي خلي بالك الاثنين اللي فاتوا دول كان لهم شغل وراثي. مش كده؟ اللي فيه اخت وراثي هو لسه مين؟ المعادله دي. يعني لو كله راسي ممكن قوي ارجع لمين؟ للجدول والكيرف. طيب بيقول لي بقى لما بفحص القلب الخرساني زي ما كنت بكلمك من شويه، اقدر الحقيقه اني اعرف عمره كام؟ التدرج، المقاس، اخد شويه معلومات عن مكونات الخلطه. وفي حاجات كتير الحقيقه بنحللها، ازاي بنحللها؟ نرجع نفكها من بعضها. عندي حاجات ماسكه في بعضيها. زي ما انتم عارفين ان الاسمنت ماده حيويه. وبالتالي لو خدت حته خرسانه دي وحطيتها في حلم ايه اللي هيحصل؟ الاسمنت هيدوب. فيبقى جاي مين؟ ركام. من الوزن الكلي يبقى انا عرفت كان في اسمنت قد ايه؟ والبتاير ركام قد ايه؟ فاقدر اطلع تقريبا بالتقريب كده نسب ايه؟ نسب الخط. وحصلت كتير قوي. ان الناس زي ما بقول لك بدايه من الشك هو ترى ضعف المقاومه جاي من نقص الاسمنت ولا من حاجه ثانيه. لو ابتدى اسمنت كويس يبقى خلاص هي مشكله مصنعيه اساسا. بيقول لي بقى يمكن تحديد محتوى الاسمنت ومدى جوده الدم. بيقول لي للحصول على تقييم واقعي لمقاومه الخرسانه يجب نفس عدد كافي من القلوب. قبل ما اكمل الجمله، ليه عدد كافي؟ يعني ليه واحد مش كفايه؟ خلي بالك ده سقف زي اللي احنا قاعدين تحديدا سطحه 600 700. هل لما اخد عينه هتمثل 600 700 دول؟ افرض العينه دي بالذات اللي انا خدتها كانت حته مخدومه قوي، ما هي هتطلع لي من السقف رابع في الايد اللي ممكن يكون في مناطق ثانيه مالها ما هياش كويسه. عشان كده اي عينه ده مبدا الاحصاء اللي احنا عارفين انه مفيش عينه من ايه؟ فيها ايه من واحد. اي عينه لازم فيها عدد من الايه؟ عدد من الكلمز. بدور لهم بقى على المتوسط والانحراف المعياري ومش عارف ايه علشان فعلا يبقى العينه بحاول اخد منها معلومات عن مين؟ عن البوبليشن، عن المالك المنتج بحاله. فعلشان اعمل ده لازم يكون عندي عدد كافي من القلوب. خلي بالك يعني سامع مفتوحه، يعني ايه عدد كافي من القلوب؟ ما قالش. لكن طبعا لما اكون باخد في اوضه هاخد عينتين ذهب، لكن لو روحوا في حاجه زي دي يبقى لازم طبعا حاجه زي دي المبنى كله، يعني مش مدرج بس، المبنى كله يبقى هاخد مثلا 5 6 10، يعني العدد بتاع العينات لازم هيتناسب مع كميه الخرسانه اللي انا عايز ايه؟ احكم عليها، لان العمليه مكلفه. يعني النهارده عينه القلب والخرسانه الواحده تكلف قرب ال 1000 جنيه عشان تطلع ويتنقل المعمل ويتعالج ويختبر وتطلع النتيجه. فالحد القاطع ده الاسطوانه اللي بتقطع بيه توصل ل 7500 جنيه تعمل لها مثلا 40 عينه ولا حاجه، العينه الواحده عشان تقطع اصلا مكلفه التكلفه في عمليه القاطع نفسها. فبالتالي لازم التحديد بتاع العدد ده يبقى في توازن بقى ما بين معلومه عايز اطلعها وايه كمان؟ التكلفه هتتفرق. يعني لو التكلفه قربت للقيمه بتاعت الخرسانه خلاص هتتهرب. افكر بيه ان انا اقيمها كويسه وحشه وبتاع. رايح دماغي وايه؟ كنت بعمل خرسانه كتير وخلاص. تمام؟ اتفضل. بعد اذن حضرتك بس مش العينات دي كانت موجوده في العمود نفسه. كويس، ما قلت ان احنا بنعمل ايه فيها اول ما نطلعها؟ بنقفلها على طول. بنقفلها في ماده المفروض انها تكون افضل من اللي احنا ايه؟ لان احنا بنعمل عشان كده قلنا في جراوند في خرسانه تكون احسن. مش فاهم يعني مش نفس الضغط. يعني مش ممكن اصغرها كده مش كل شويه. ليه؟ هو دي حاجه كتيره دي مصنعيه.
يعني مصنعية ولا واحدة. انا ممكن اخليها خرسانة سائلة، الخرسانة السائلة محتاجة دم كتير. فليه درسنا طريقة التشغيل؟ طريقة التشغيل معناها ان ممكن اول اوصل للدم التام بكمية شغل ايه؟ كبيرة. لا صار الانفصال ده بيتعالج عن طريق ان انا بحط اضافات تمنع الانفلاميشن، بحط اضافات على الخرسانه دي تمنع ايه؟ تمنع الانفلاميشن، وبالتالي ما تفكش من مين؟ من بقيه العنصر اللي انا طلعته منه. طب ولو كنت قلت اضافات تمنع لا خلاص حسب ده ده ايه هنسيبه كده خلاص معانا اسئله كتير يعني ممكن قوي ان احنا الاختبارات بتاعتنا مختلفه المنشات بتاعتنا خلي بالك الظروف العاديه لها القدره على التكيف مع غير متلفه بسيطه متلفه مش مكلفه يعني لو سمحت لو سمحت لما بيقول ان عندنا اكسلوت بيعمل ستريس يونيفورم تكتب فيه عليه كده. طيب لو عندي عيب في البروسيس يعني عندي عمود اهو بتاع 4 متر وفي حته كده فيها عيب هيبقى عندها نفس الاستريس دايما هيجي وهيتوزع عليه على الحوالي فحتى لو في سيخ قطع ولا حاجه هيحصل ان هو انواع الاستريشن قويه والدنيا دي يعني في الحرب. طيب بتاثر على نقاط التناسب بين الحديد ما هي الفكرة بقى يعني هل هي vibrations بتحس بيها وانت شغالين؟ يعني الصورة اللي أنا عرضتها بتاعت العمود اللي كان الناس بتقطع منه حتة خرسانة يا ترى لو أنا جاي كرسي وقاعد على بعد 5 متر منه هحس بالفايبريشن؟ لا. فالتأثير بتاعها تأثير ماله؟ محدود. دكتور بنناقش الحكايه دي وقلنا ان مفيش مشكله. كويس عمود في 10 سياح وانا رحت واخد حته من ظهرها 5 سم او 10 سم في السنين. عندنا مصابه يعني حنان عليك العبود كله. لسه بكلم سميه وبحكيه دلوقتي بقول له ان الاستراكشر بتاعتنا العمود ده عليه ايه بيعمل هنا يونيفورم ستريس. طيب بص حواليك كده هتلاقي عندنا كتير جدا 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 بنشال منها حته عشان نعمل فيشه. تمام؟ الراجل ليه بقى يعمل شغل فبتقطع كتير في الكاميرات مين؟ في الاعمال. طالما ان الحاجه يعني محدوده اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان لو انا رحت شايل فتحه صغيره الاستريس بتتغير. يمكن فتحوها في الاستراكشر. ماشي يا حاج. بيحصل ستريس كونسنتريشن كده حوالين الحته اللي فتحت فبيزيد شويه وبعد كده يرجع تاني للايه؟ للوضع النورمال بتاعه. فاذا كان انا بشتغل فاكرين لما اتكلمنا على الاستريس الفعليه في الخرسانه وانها المفروض تبقى اقل من تقريبا 35% من السبريك حوالين الحته اللي اتقطعت دي هتبقى 40% مش تبقى مشكله يعني. لكن الخطوره في ايه بقى؟ رغم ان انا اخبط الايه؟ الاليمنت خالص اخدت فور فور كده وبعدين ما عجبنيش ما قلتلهاش ولو تحت في النص وبعدين هو بيروح من ناحيه ثانيه وبعدين تحت ثاني لا كده هبقى ايه؟ يبقى راجل يعني ايه؟ تشيل عبد الحسين تشيل عبد الحسين لازم اقع على الباب يعني عظيمة جدا النهارده ويمكن ما وردتش
السنين اللي فاتت فتسعين في المية يوميا. المعدل اللي فاتت دي بتتكلم عن كور او قلب خرساني ما فيهوش حديد. زمان ده بيقولوا بقى طب طلع فيه حديد يا ترى هيفرق في المقاومة؟ اه طبعا هيفرق في المقاومة. هيقللها ولا هيزودها؟ للاسف هيقللها. كويس؟ للاسف هي ايه؟ هيقللها بالذات لو كان احسبلك كور كده او قلب خرساني وبعدين لقيت في سي لما تضغط عليه كده المنطقه دي بتكون شغاله وبالتالي الكور كله بيتكسر بدري شويه بدري شويه. ففي معادله تصحيح مخصوص للحديد بلاش منه كله لكن يعني اضطر بقى ان انا ايه بس مش داخل في الامتحان ده. لا بلاش جاز بس معامل تصحيح من طبعا لازم تكون مبدع الواحد وبتكسبه ازاي؟ بفلوس بسيطه خالص كلمه بسيطه جدا مش مشكله يسمي ايه؟ قطر الألف خلينا نعملها بالإنجليزي تبقى إيه؟ أوضح شوية. قطر الألف هنسميه كابيتال دي على قطر السي سمول دي كويس؟ مضروب في مين بقى؟ مضروب في ارتفاع الألف على بعد السي من أقرب القاعدة دي كويس؟ يبقى في عندي هنا دي وعندي هنا اتش واتش سمول ده واتش سمول ده سمول بقى المسافه دي بس المهم المسافه القصرى لان السي وهيبقى اقرب واحد من الثاني لو كان في النص خلاص كويس الاثنين زي بعض لكن لقيت انا عندي قلب خرساني ارتفاعه 15 سم السي على بعد 3 سم من ناحيه 12 من الثانيه يبقى انا هاخد مين؟ هاخد ال 3 سم كويس؟ والكلام ده بجمعه لكل الاسياخ اللي بتظهر في القلب ممكن يطلع اكثر من سي ممكن يطلع اكثر من مين؟ اكثر من سي هجمع نفس التضريبه دي لكل الايه؟ لكل الاسياخ تمام؟ وقال لك ما يزيدش عشان بقى ما نقعدش نزود دوت عن 1.2 لازم معامل التصحيح ده لازم يكون اقل من عشرة اقل من مظبوط واحد ازاي؟ بس عمري ما هم راس ده يتاخد في عمود بس صح؟ لا وكام اهو الا جانا ما كان اتجاهها افقي وراسي كلها يطلعوا زي اللي بره يعني انا بقطع كده وحظ يعني جميل ان طلع في سيخ ماشي في القلب الخرساني بتاعي من فوق لتحت اتفقنا ان انا في الاخر بص للقلب بايه؟ ان انا بقومه كده بدوس شويه على الخرسانه الوحه كده بتضغط لان انا ما بستحملش ايه؟ ما بستحملش شد لكن السيخ احنا عاملينه شيل شد اصلا اقطعه ازاي؟ هل في معين في تعصيب حديد قبل كده بمكتنات ثانيه خفيفه كده؟ الكور ده باظ بقى بتقطع عليه العوض في بس بقى اثنين لواحد ثاني يبدا نفس المشكله. حبيبي الله بس كله تمام. بس في حاجة ثانية المهمة
اي جهاز في الدنيا له ايه؟ له دقه. بس وبالتالي ناخد الجهاز ونروح نحطه على الخرسانه ويطلع ان في المصنعيه بتاعت الخرسانه سيبنا الخرسانه جوه شويه. فالجهاز مش قادر ايه؟ مش قادر يحس بيه. الجهاز دي مدى في الديتكشن الكشف على الاسياد. فلو عندي سيخ خرسان جوه على بعد مثلا 5 سم مش هعرف ان انا ايه؟ مش هعرف ان انا احس بالجهاز بتاعي. الجهاز مشهور قوي اسمه بروفوميتر ممكن يبقى ده مشغله في معمل الاسياد. وازاي نحاول ان احنا من على سطح الخرسانه الخارجي نرسم الحديد بتاع بس احيانا كتيرة جدا بتعمل الكشف ده وفي الاخر بتقعد تكتشف ان انت بتطلع بتاع ده فراسيخ جوه. وعشان كده بتختاروا التصحيح لان مش دايما اقدر اتفادى التصحيحات. حلو قوي. ابعد عن المسافه اللي فيها حته دي بتمثل ايه؟ هو مش الكتاب بيقول الادوار بتاعت المسائل اللي نسيتها؟ وما ساعات ما بنلاقوش ليه؟ هي نفس الحكايه بالظبط. ازاي معنى الموضوع ببساطة ان الورق زي ما انت بتقول انا هنقعد الاسياخ بالملي. مين اللي اشتغل في الموقع؟ راجل ومراته بتصنع. في فرق دقة رهيب. زينا بالظبط. انت بتتكلم وتقول ان انا عايز سيخ وبعد 5 سم ونص سيخ كمان. هو بالنسبه له 5.5 زي 7.5 يعني ده للاسف ده المصنعيه اللي في الواقع. فما تقدرش تقول انها هتبقى ايه؟ هتبقى مظبوطه قوي. بيبقى حظنا حلو لو المسافات مالها واسعه. فالايرور اللي فيها ما بيبقاش باين قوي. فاهم؟ ايوه. يبقى 1 2 السيخ الواحد ولا التوتال؟ لا التوتال القلب كله. يعني طلع عن ثلاث اسياد لازم التجميع دي تطلع من الاخر اقل من جنب اقل من التجميع. طب بنجمع ازاي؟ قلت له بنجمع ازاي؟ بنجمع ازاي بس؟ مش هاخد هاخد اقصى حاجه كام؟ 1.2 وبضرب في الاخر في الرسم اللي بيطلع لي؟ نعم بضرب في الاخر في الرسم اللي بيطلع لي؟ نعم ايوه خلاص ما تاخد 1.2 مجمع تحت بس السن الطويل. انا عندي واحد هو لاقي ان هو جه على 1.5 على 1 مفيش حاجه اسمها مجمع يطلع 1.1 فاكتور تاني ده هيخليك تنزل هو قال كده انا قال هو قال هو انت مره واحد زي عبد الحميد الكابتن مش دايما يعني لو جربتها كده مش دايما بتوقع تأثر عليه
وبالتالي الفايبر الفايلر ده ديستيرب نقدر نسميه كده، يعني متاثر في عمليه الاستخراج. التاثر ده قليل ولا كبير؟ لا كبير قوي، بيصل ل 30% من الطاقه. كويس؟ عشان كده في بقى بعد ما صلحت المقاومه من مقاومه القلب الى مقاومه التعب، عايز احولها الى مقاومه مميزه. يعني مقاومه التعب دي لسه مش شايف مقاومه مميزه اللي انا بدور عليها. مقاومه مميزه اللي هي مقاومه مكعب اتعمل مظبوط وتحط في الميه 28 يوم وبعد كده كبرناها. دي المقاومه المميزه. اللي انا عملته التصحيح ما وصلنيش ليها لسه. وخلاني اقل منها برينج يصل الى 30%. عشان كده في مقارنه ثانيه بيقول لي والله لو انت عايز تستكشف المقاومه بتاعت السقف، رحت عينات قلب خرساني واخترعتها وصححتها وطلعت المقاومه 200 كيلو على السنتيمتر المربع، كل مقاومه السقف مميزه 200؟ لا مميزه. ال 200 دي في احسن الاحوال 75% من المقاومه المميزه. فالمقاومه المميزه الحقيقيه كام بقى؟ 200 على 75%. اضرب واحد تلت تطلع تلت ال 200 حاجه و60 فتطلع بقرب 270. كويس؟ فيبقى المقاومه المميزه لهذا السقف مش مقاومه القلب بعد ما صححت، لا دي كمان هزود فوقها قد ايه؟ مره وتلت وقيمه. اه فلما اقل زي ما مكتوب كده المقاومه المحمسه ان مقاومه القلب بعد التصحيح اقل من مقاومه الخرسانه القياسيه بسبب عمليه الضغط على نفسها. فبالتالي بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي تقبل نتيجه الاختبار اذا كانت مقاومه القلب المصححه متوسطه 75% من المقاومه المميزه. وبشرط ان اقل قيمه خالص ما تقلش عن 65% من المقاومه المميزه. وانا بعرف المقاومه المميزه ازاي بقى عشان اقارن ده كويس قوي؟ والله زميلنا قال في لوحه اللوحه مكتوب عليها المقاومه المميزه. ده لو كانت متوفره يعني مثلا مبنى زي الجديد ده اللي لسه بيكمل ده اكيد في مقاومه مميزه معروفه. ده انا لسه اللي بينشا فاللوحه موجوده. اللي انا مصمم عليها. اللي انا مصمم عليها واللي كان المفروض انها تتحقق فين؟ في الواقع. مش كده؟ طب اقارن بيه. قول والله انا عايز 300 على اللوحه مكتوب 300 كيلو على سنتيمتر مربع يبقى مقاومه القلب بعد التصحيح لا تقل عن 75% من ال 300 يبقى 225. وبشرط ان اقل واحد خالص محسوب عليه ما يقلش عن 65%، ما هو المتوسط ده في اكبر منه في اقل منه، اللي اقل ما يقلش عن 65%. طب ما اعرفش المقاومه المميزه يبقى عايز اتنبأ بيها. لما يطلع لي 225 اقول ده المقاومه المميزه غالبا كانت كام؟ كانت 300. تمام؟ يعني هي معروف انا بقارن بقول انا حققتها او المنشا حققها ولا لا، او بخترعها بطلعها من مين؟ من نتيجه الاختبار. انا مثلا انا اللي بروح اعمل الاختبار، انا رايح لصاحب ارض عمل مشروع عمل كويس انا جبتها اقل من 65% فانت خرسانتك بايظه انا مالي يعني. لا هو حد جاب سيرتك في الموضوع. لما انت كده مش هتقبلني يعني مش هتقبل الاختبار خالص. ليه بس مش هتقبلك زي الفل اهو. مش هيتقبل على 65%. لا هو اللي زعلان منك قوي قوي. ممكن يستناك في ظهر الموضوع بتحصل حاجات مقارنات كده غريبه، انما هي الفكره ايه؟ النتيجه اللي مش عاجزاك دايما مالها؟ تقبلها صعب. تقبلها صعب، فاللي بيعمل الاختبار بيبقى مجهز نفسه معاه يعني الصبغات علشان ايه؟ يعني مشاكل. يديله رقم غلط. كويس كده يا جماعه؟ ايوه. ايوه انا عم خرسانه سليم موجود قدامنا اهو، جبنا مكان الكور وقعدنا نلف بسرعه جدا ونبحث فيه. شايف بنبحث ده الوصف يعني بتاع الكتاب، بنحط واطلع حته خرسانه. الحته اللي اتنحت دي زي اللي ما تعرضتش للشغلانه دي خالص. في تاثير. التاثير ده بيقلل المقاومه
كل ما عرفوها مني اقول لكم هي العمليه اصلا سهله جدا. دايما بنجرب نشوف الخرسانه دي الظروف المكعب بتاعها كام كام، وانا بعمل تجربه واطلع منها مقاومه مش ضروري تكون في مباني حقيقيه. لكن احنا مثلا في المعمل الناس بتشتغل كتير جدا بنصب خرسانه، ممكن لو رحت كده هتلاقوا خرسانات بتاخد منها ايه؟ كور. الخرسانه دي كانت بتاخد منها مكعبات طلع مقاوم وتاخد منها قلب الخرسانه طلع مقاوم وطلع كده زي بعض بعد التصحيح لا القلب اقل والحكايه اتكررت على طول. يبقى معنى كده ان دايما في نقص في تمام؟ لكن هو نهايه لو سمحت لو سمحت اسمنا بيعلق تعليق موهبه يقول يعني هي لو طلعت 75% يبقى الاختبار هو اللي مش مقبول. لا تعليق هو يقول لك نظر باشمهندس لا هو الاختبار مقبول. الاختبار خلي بالك المفروض يعني ما اتقالتش انما المفروض تتعامل بشكل ايه؟ بشكل سليم. يعني اخذت العينات بمكنه مصبوبه مش عماله تتعصب وتركب وتقف وتفصل مكنه شغاله وطلعت العينه بشكل سليم وخدناها حطيناها في الميه وعملنا كابل مظبوط وحطيناها في مكنه مظبوط وكان التحميل راسي طبعا كويس كل الكلام ده اتعمل طلع نتيجه صح على الظهر. من المتوقع انها تبقى اقل من 30% من ايوه قوم المكعب اللي طالع من نفس الشخص. تمام؟ ماشي يا جماعه؟ واضح؟ كويس. مثال بقى على هذا الموضوع بيقول لي ايه؟ بيقول لي تم استخراج ثلاث قلوب خرسانيه من عميل تحت المباني وكانت النتائج كما هو موقع في الجدول الثاني. ما هو تقديرك؟ لو عايزين نقدر بقى ما عندناش جواب. ما هو تقديرك لرتبه خرسانه هذه الايه؟ هذه الاعمده. ثلاث أعمدة، الأعمدة ينفع فيها كور أفقي ولا رأسي؟ أفقي. رأسي أنا أقطع من فوق كده وأنزل في العمود كده العملية طبعاً مستحيلة، يعني مش طعام مستحيل. فيبقى لازم طالما إنه أي عمود أتوقع من غير ما يجي لي حاجة جديدة إن الكور ماله أو القلب فوق. كويس؟ آدي الجدول اللي فيه المعلومات اللي لميناها من القلب والرأس. خدنا حب 97 ملي معنى كده ان الاسطوانه اللي بتطلع كانت 10 سم. بالتالي الكور بيطلع عليها نسبه صغيره 97 ملي. الارتفاع بتاع كل واحد زي ما انت شايف هو 120 121 17 123 كلهم اكثر من الحب. دي نقطه مهمه زي ما اتفقنا وما يزيدش عن مرتين الايه؟ الحب. دي نقطه ثانيه مهمه جدا برضه. بعد كده دي الاحمال اللي اتكسرت عليها هذه القلوب في المعمل. اقدر استفيد بيها اعمل بيها ايه؟ اجيب بيها مقاومه القلب. الاف كور. الاف كور دي اللي هي عباره عن ايه بقى؟ على مساحه ايه؟ مساحه دايره. كويس؟ مقاومه الكور بعد كده هصححها. تعالى نشوف هنعمل ايه؟ بيقول لي ادي معامل التصحيح اهو. وبعد كده كي 2.5 لان الاكوار او القلوب دي افقيه وبالتالي كملنا البيانات عملنا ايه؟ من القطر رفت المساحه ومن المساحه مع الهام لو تلاقي اتجاه ايه؟ اتجاه الكسر اللوكس اللي كان مديهاني 120000 و112000 والكلام ده قسمت على المساحه طلعت ايه؟ طلعت امتدادات الكسر. بعد كده اروح حاسب ايه؟ الضغط اللي هي الارتفاع الافقي على مين؟ على الدايمتر بتاعه بتاع القاع. بحط اللمضه مع الايه؟ في المعادله بتاعت معادله التصحيح فبتطلع لي معادله التصحيح وكل مره هنا اكثر من مين؟ اكثر من الواحد زي ما انت شايف. لو طلع عليه بالواحد مش هيساوي واخد ايه واحد؟ ما ينفعش. لكن معناها ان الكور ده اتنين على جنب بقى خلاص. ما تطلعش منه مين؟ مقاوم. ما تطلعش منه مقاوم. طيب بعد ما جبت القيمة بتاعت معادلة التصحيح تضربها في مين بقى؟ تضربها في جهاز الكسر. يبقى جهاز الكسر تضرب في معادلة التصحيح يديني مقاومة المكعب. طيب أي اتفضل.
ده لو هي نفس الخرسانة. اللي حصل ايه؟ انا خدت من العمود عينة ومن العمود عينة ومن العمود عينة. هل يا ترى الدم هنا زي الدم هنا زي الدم هنا؟ هل يا ترى اللي عندي الاصابة الصبح زي الاصابة الظهر زي الاصابة الليل؟ في اختلافات بتحصل فين؟ في الخضرة خضرة عندنا. وبالتالي ممكن لو يبقى واحد طويل والمقاومة بتاعته أعلى شوية. والعكس طبعا. فالفاريشنز دي نقطة مهمة كويس انتم يعني معظمها نقطة خطيرة. الفاريشنز دي متوقعة في الخرسانة لأن لا المصنعية بيرفكت في كل النقط ولا المكونات متشابهة في كل الايه؟ في كل النقط. تمام؟ عشان كده ما بنقولش ايه؟ مش هيعرف ما ينفعش. لازم اخد أكتر من عينة. كويس؟ عظيم جدا. طيب يقول لي بقى ادي الشرط اهو اللي عندنا. الشرط بيقول ايه؟ الشرط بيقول زي ما انت شايف كده تقبل نتيجه الاختبار اذا كان متوسط مقاومه القلوب بعد التصحيح اكبر من 75% من المقاومه المطلوبه. اكبر من 75% من المقاومه المطلوبه وبشرط الا تقل مقاومه اي قلب بعد التصحيح عن 65% من المقاومه المطلوبه. تمام؟ فيبقى بالتالي محتاج ان انا اطبق الشرطين دول هنا. انا عايز متوسط الاول. متوسط اللي هعمل ايه؟ اجمع واقسم على ثلاثه. فمتوسط قطبة المكعبات اهو 174.6 كيلوغرام لكل سنتيمتر مربع. طب واقل واحد فين؟ 152.5. خد بقى ال 174 اقسمه على كام؟ على كونسيل فايف. لان المفروض ان الرتبه بتاعت الخرسانه تضرب في 75% تساوي المتوسط. بقى ما عنديش الرتبه. يبقى اخد ال 75 احطها فين؟ في المقام الناحيه الثانيه واطلع الرتبه. دي شرط. الشرط الثاني بقى ادور على قليل خالص. المفروض انه ما يقلش عن 65% من ايه؟ من رتبه الخرسانه. انا بدور على الرتبه برضه خد ال 65 واقسم عليها بقى. فيبقى اذا رتبه الخرسانه الصغيره في الاثنين دول. فرق كبير لان كده معناها ان في نوع من انواع ايه؟ التجانس يعني. صحيح عندي 52 وعندي 195 انما المتوسط مش بعيد قوي عن ايه؟ عن القليل. كويس؟ طب يعني 232 و234 مين اللي هقول انها هي الرتبه فعلا؟ 200 كام؟ 232. بس كده؟ فيبقى الرتبه بتاعتنا هي 232.8 كيلوغرام لكل سنتيمتر مربع. دكتور عبد الله حسن في مشاكل كتير بتحصل وفي حاجات في التست بقبلها لو يعني حضرتك لسه دلوقتي قال لو 75% من المقاومه هو كده كده السيفتي فاكتور بتاع الخرسانه اصلا بيبقى جاي من اربعه او خمسه او سبعه عالي قوي. هو عامل ثلاثه السيفتي فاكتور بتاع الخرسانه في العناد بالذات ثلاثه. بالكاميرات ولوسو في اثنين ربع نص. طب الكابتن اللي بيحصل ده لا خلي بالك من حاجه. الفرق بين اني اقبل خرسانه وحشه وهي جايه 75% واقول ان انا هنزل من المقاومه اللي انا عايزها ل 75% منها وبين اني اقول ان الاختبار اللي انا بعمله بيؤثر في المقاومه الفعليه الموجوده وبيقللها بيخليها 75%. ده اللي الشرط ده بيقوله. هذا الشرط بيقول ايه؟ بيقول لي لما انا بقطع العينه واطلعها انا بطعمها. كويس؟ فيبقى ما اقدرش اقول ان اللي طلعته ده قدامي 2 يبقى السقف كله مقاومته كام؟ 2. لا ده مقاومته الحقيقه 200 على 0.75. تمام؟ ده الفرق. ده الفرق الجوهري. ماشي كده؟ واضح؟ طيب يبقى هنتوقف هنا المره دي. Okay, come to that.